يستعد حزب دانك تحديدا او حزبا دانك والنداء هما حزبين الى زيادة فعاليتهما في البلاد من خلال المشاركة والتنافس في الانتخابات العامة دفاعا عن حقوق المهاجرين. ولذلك سنتحدث حول كل ذلك مع ضيفنا محمد عكاري، مرشح، وهو مرشح طبعا للانتخابات البرلمانية في هولندا. اهلا وسهلا بك استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا بك. بداية لابد أن نتعرف معك وتخبرنا على أوضاع المهاجرين في هولندا وتحديدا المسلمين منهم، الجاليات المسلمة. الوضع هو أنه كان عندنا تصاعد للأحزاب اليمينية اللي هي ضد المهاجرين، ضد المسلمين والإسلام بشكل عام، وهذه الحركة جذبت معها الأحزاب الأخرى الكبيرة اللي صاروا بدون يتنافسوا على أصوات اللي راحت لهم. فكمان أخذت معهم، يعني صار في تحرك ضد الإسلام والمسلمين والأقليات بشكل عام. وهذا الشيء سبب أنه ب 2017 صار انشقاق بداخل حزب العمل. بعد زعيم حزب العمل كان بده يصدر بيان تقريبا يتهم فيه الأتراك بهولندا بأنهم كلهم بيدعموا الإرهاب، فانشق اثنين من أعضاء حزب العمل، تونان كوزو وسلجوك أسترك، وشكلوا حزب دينك. فهذا كان ب 2017 سبب وجود حزب دينك. أول شيء كان قبل بسنتين كان في حزب نداء، وهو حزب محلي بمدينة روتردام بإلهام إسلامي، أنشئ من يعني من شباب مسلمي بمدينة روتردام، شافوا إنه صار الوقت إنه يكون لنا صوت بصوتنا. وما بقى نتكي على الأحزاب الأخرى عشان تهتم بالمواضيع اللي هي بتهمنا. جميل. إذا في البداية كان مسموح لبعض المسلمين أو المهاجرين إنه ينضموا للأحزاب الهولندية. أنا حابة أعرف السيستم أو النظام، لكن لم يكن هنالك أي حزب للمهاجرين أو للمسلمين في هولندا قبل حزب الدانك. هو كان الباب مفتوح طبعاً للانضمام للأحزاب، وفي كتير من يعني وفي كتير مننا اللي حاول ينضم للأحزاب، يعني أنا واحد منهم. من شبابي كنت منضم بحزب العمل، وفي اللي حاول ولحد هلا عم يحاول يكون تأثير إيجابي ضمن الأحزاب الكبيرة الموجودة. نعم. اللي طيب اكتشفناه هو بس إنه إحنا يعني ما بهمن، يعني مواضيع اللي بتهمنا ما أنا من أولوياتهم. فتوصلنا لمرحلة إنه أنشأنا أحزابنا لوحدنا. كان بالأول بال 2014 حزب نداء محلي بروتردام، وبعدين بال 2017 حزب دينك على مستوى البرلمان. جميل. طيب أنتوا كان في عندكم مشاركة في البرلمان من 2017، كان عن حزب الدينك ترشحتوا مباشرة وتم الفوز في البرلمان؟ لا، اللي صار إنه كان حزب العمل بالبرلمان وانشقوا العضوين اللي ذكرناهم وشكلوا حزب دينك. قانونيا بهولندا المقعد بالبرلمان هو للشخص مو للحزب، فهن تمسكوا بمقاعدهم، وبهالطريقة تموا ماسكين مقعدين. بعد سنتين كان في انتخابات وفازوا بالانتخابات، سووهن ثلاثة والآن انتخابات جديدة. نعم. طيب الآن فعليا محمد، لو تخبرنا ما هي أبرز القضايا التي تركزون عليها في بيانكم الانتخابي؟ الأحزاب هم دينك ونيدا تقريبا متفقين على عدة مواضيع. أولها أنه في عنا جو إسلاموفوبي بهولندا. يعني ذكرنا صعود الأحزاب اليمينية خلت الجو يكون ضد المسلمين ضد الإسلام، فهدول الحزبين متفقين على مكافحة الإسلاموفوبيا. عنا بهولندا كمان مشاكل أخرى، هي مثلا في قوانين الان عم تطرح تمنع المساجد من التمويل الخارجي، اللي ممكن اللي في قانون جديد منع من ارتداء البرقع. فهدول المواضيع اللي عم نحاول نكافحهم.
وفي مواضيع كمان عم نحاول نضيفها يعني للبلد مثل هولندا، وهي نظام البنك، انه نعم يكون بدون فائدة او ربا، وفي مواضيع مثل هاي. نعم جميل. طيب أنا حابة شوي بس أرجع خطوة للوراء، لما كان في نواب من حزب العمل لنقل، هم أتراك كانوا مسلمين موجودين في البرلمان بال2017 وتمسكوا بمقاعدهم، هل كان لذلك وزن في ذاك الوقت؟ يعني هل كان في إنجازات تحقق لخدمة المهاجرين في ذاك الوقت؟ نعم، هو كانوا الأعضاء المهاجرين المسلمين أقليات اللي كانت تلعب دور بالأحزاب الكبيرة، كانت تحت يعني كانت عم تلعب بإطار صغير، يعني مجال التحرك فيها بسيط كتير كتير. فالحمد لله في نواب يعني قدروا ينجزوا شيء ضمن أحزاب مختلفة، يعني ما كان حزب بالذات أو آخر، بس بضل كان تأثيرهم قليل جدا. ولما عن جد يكون في موضوع مهم بالأخير كان لازم يتابعوا سياسة الحزب، فهذا الشيء اللي صعب علينا وخلانا نتعلم طبعا من الخبرة، وإنه نقول لا إحنا هلا صار دورنا نشتغل على طاقتنا لحالنا. نعم. طيب أستاذ محمد، هو أعتقد اليوم الأخير في الانتخابات البرلمانية يفترض، ما بعرف كيف النظام عندكم، يمكن يفترض أنه يتم فرز الأصوات مساء بعد انتهاء اليوم، فخبرنا عن التوقعات، يعني كيف عملية التفاعل؟ هل أنتم ناويين مثلا تفوزوا في منافسة حقيقية على مستوى الشعب، أم في كوتا راح تكون لكم؟ يعني أخبرنا عن هذا النظام البرلماني اللي ممكن يدعمكم. ان شاء الله. لا احنا عندنا بهولندا ما في كووتا حقيقي، في عندك كووتا اسمه ربع المقعد حتى تنافس بالمقعد، فهذا هو الكووتا الوحيد. لا احنا بس بهولندا هو ثالث يوم الانتخابات، طبعا بسبب كورونا كانوا الانتخابات على 3 ايام، عادة هو يوم واحد، بس مع هذا عد الأصوات راح يبدأ الساعة 9 بعد ما تسكر مراكز الاقتراع. حسب التوقعات انه اكبر حزب راح يضل حزب الحاكم هو مارك روتا، في منافسة عن مين حيكون الحزب الثاني، هل هو المسيحيين الديمقراطيين او حزب الحرية، وهو واحد من الأحزاب اليمينية الخطيرة. وإن شاء الله إحنا يعني كأحزاب أقليات دنك وندا نتوقع إنه يكون لنا إن شاء الله مقاعد بالبرلمان، ونقدر من خلال البرلمان نقدر يكون لنا تأثير إيجابي على السياسة الهولندية. نحن كمان بنأمل هذا الشيء ونتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير لك ولوجودك معنا اليوم، محمد عكاري مرشح للانتخابات البرلمانية في هولندا. شكرا لك.